هاي وينكم؟ ماي شنو احوال؟ كان ولي رئيس جمهورية بحول الله باش نقصوا متزبزيب كل واحد، نخلص عليه الحكومة تخلص عليه عملية باش يطول في الزب ويولي فرحان، فهمت ولا؟ هذيك العملية الأولى، تروتورات نحيهم خاطر زايدين، فهمت ولا؟ وحاجة شنو نقول؟ أي إنسان يخدم في إدارة موظف مربي الكرش وزايد في الميزان، نيكلوبوه، نيك نهجز زكم، فهمت؟ هذاك الحل الوحيد باش ننشر، فهمت؟ واللي نقاه في الصباح يسوق في كهرباء ويعمل الكوتيست ومنقاه مش شارب نحيولو دو بوان من البرمي ولا ان بوان باهي ان بوان، فهمت؟ نحبكم شيخين وديما تضحكوا، فهمت؟ خاطر احنا موناكين بطبيعتنا زايد معاش تخم، فهمت؟ وكانك جيعان ادخل ريستورون بالعنف وكل حاجة مش مشكل، نسامح كانك فريمون جيعان، مش كروفيت ولا نقوز بتسعان انا شوية مرمز ولا حاجة، فهمت؟ مش مشكل، فهمت؟ اسرق خبز مش مليارات، وان شاء الله كي نولي رئيس قبل كل شيء ونعايش، فهمت ولا؟ احبابي واصحابي وعائلات كل تولي بهنا شر، فهمت ولا؟ واللي باركوه بكري على دبوسه فانتا نخيطوا له بحول الله زكوا ورجلوا الامور، فهمت ولا؟ وهذيك تونس بحول الله شتنجح، والله ما نتنجح تونسك، فهمت؟ ونكثر في الجوامع باش توليوا تطلبوا ربي على قنطرة صحيحة باش يعطيكم خدمة، هذاك الحل الوحيد، كثروا في الجوامع سيدي، هاي بالسلامة وربي يعينكم، هاي.